الاتحاد الوطني للشغل المغربي يخلي ذكرى العيد الأممي للشغل، وهو يتحمل كامل المسؤولية في الدفاع عن مطالب العمال والمستخدمين والموظفين انطلاقا من شعاره الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة. طبعا نحيي الذكرى ديال العيد الأممي اليوم في واحد الجو من الاحتقان، لأن كنا الحكومة السابقة 5 سنوات دازت عجاف، كنا كنتظروا هذه الحكومة الجديدة خاص مع اللقاء مع رئيس الحكومة تكون شي وعود على الأقل تحل الملف الاجتماعي. حنا كنا خاف أن تمر هذه 5 سنوات حتى هي عجاف وتولي 10 سنوات عجاف.